عادي عادي واش ايش معلش ابشانتي ولا ابشانتي ولا طول بالك ما بتروح زعلان شو القصه معقوله انت رجلان مأمن فيني وانا أمنت فيك بتقوم بتروح بتضربنا هذا الكم وبتجيب هاي العوكه لك شو عوكه ليش ما عبيت معكم لك طبعا ما عبيت معنا شلون بدك تعبي معنا ليش انت عبيت معاه لا والله يا والله يا سلام عليك يوم انها ما عبت معك وراك تبي تلزقها بحلقي لك طول بالك والله ما عم لزق عليك شيء انا ما بلزق انا القصة ما فيها انه هلا هيك اعتبرها هي القصة فتحتم لك شو فتحتم شو نحن عاملين عزيمة شرفك بس شرفك خلص يعطيك العافية بليلا شكرا شكرا على شو الابجانتي والله ابجانتي اخذته بوكس جيب لي كل اوكي شكل وقعتوا اترك خلصوا مو معقول انت يا عماد يا زلمة خليتني اترك شغلي مشان اجي لهون اساس يعني شغلك اساس ما كثر من الشغل وقت البعض عندك يا زلمه لك شو بدك هلا قل لي ليش جبتني لهون لك مالي والله مالي يا سعيد ايه مالي شو بعمل لك يعني برقص لك بهز لك هزتين لحتى تنبسط لا لحظه مو مالي مدري مالي على جوعان على يمكن جوعان والله جوعان يا جوعان شو بعمل لك يعني اخي ما معي مصاري انا اخي لك ما معك مصاري لك وين عم تروح بهالمصاري اللي عم طالع من العتاله لك مو حرام عليك قدامك مستقبل لك يا سعيد ما بصير تعمل هيك بحالك يا اخي لك يا اخي ما بعرف وين عم تروح المصاري شو بيعرفني طيب خلص ولا يهمك انا بغديك على حسابي واحلى غدا انت عماد انا انت عازمني على الغدا لك ايه بدي غديك احلى غدا شرف ما عم صدق تفضل يا سلام ليك 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 يا الله حدائق محلى هلا امشي خلصني هدول ليش ما عم تاكل تقبرني؟ فتت مدوس خص نص عملت لك اياها رح اكل امي رح اكل بس ما بعرف ليش هيك مشغول بالي اللي من الصبح عم دور على عروس ما عم لاقي عروس؟ فرحني وريحني تقبر قلبي خلصنا بقى ابو عرب ليش عم تزلغي؟ مو الي العروس لمين تقبرني؟ لرفيقي السعودي ابو مشعل تتجوز؟ ايه امي صحيحة وليك شي وحده بنت حلال نجوزو اياها تقبرني جارتنا جوزت بنتها ضضا تضامر شو اسمها تضامر تماضر تماضر اسمها قام طلع حظها مو منيح إيه مو كل اصابيعك مثل بعض امي ايه تقبرني حده معك حق يعني انت واثق منه لهذا الشيء شو اسمه قلت لي ابو شنقيله ابو مشعل اسمه امي مو ابو شنقيله ورجاء لا تتمسخري لي على رفقاتي بتعرفيني ما بحب حدا يحكي على اصحابي والنعم منه الزلمه كثير ظريف ابو عرا ومعلقنا بريشان هي على راسي اخي تكرم عينك معيتك يعني شو رايك بشو لك اختك بالمطبخ علي صوتك ما عم بسمع شو رايك نجوز عواطف لابو مشعل لا يو بنتي جوزها على الغربه ما بقعد بلاها انا مجرد سؤال يعني عم بسال بس لا تقبرني لا تسال ولا شيء كثير صعبه هاي القصه انا بحبه لابو مشعل هيك بس لحظه حسيت انه لازم ساوي صهري ساوي صهره لك جوزه سعاد لك سعيد لك اي محي يصطفل بلاقي غيره لا مو وارده امي مو وارده لك ليش مواردة؟ صار له 4-5 سنين قاطبة الحين تطرقه بتتجوز هذا اللي عم تقول شو اسمه؟ أبو مشعل أمي؟